بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا للنادي، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 16 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس سيارات اللكزس برعاية شركة إبراهيم خليل كانو، وكأس المرحوم حسن بن صالح الرواي للجياد العربية، وكأس نادي راشد الفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل، وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام الدكتور عبد الرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت الراعي الرسمي للشوط الدولي السادس بتقديم كأس الجسرة إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، كما قدم جائزة المضمر الفائز بالمركز الأول بالشوط الدولي آلان سميث، كما قدم جائزة الفارس الفائز بالمركز الأول في الشوط الدولي إدنسون رودريغز، فيما قام السيد نسيم حسن بن صالح الرواعي بتقديم كأس المرحوم حسن بن صالح الرواعي إلى عبد الله فوزي ناس، فيما قام السيد عيسى كانو عضو مجلس الإدارة بشركة إبراهيم خليل كانو بتقديم كأس اللكزس للشوط الثاني إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وكأسي اللكزس للشوطين الثالث والسادس إلى المضمر الفائز يوسف البعينين، وكأس اللكزس للشوط الرابع إلى المالك الفائز سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، وكأس الشوط الثامن إلى المالك الفائز كوميل الملاح، فيما قام الشيخ سلمان بن راشد الخليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس النادي إلى محمد خالد عبد الرحيم.